تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة. وقد قام بتسليم الرسالة لنائب وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الكويت نورتون دياناردي ميلو رابستا. تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيمت مساء أمس الذكرى السنوية الثانية لتأبين شهداء الكويت في جامع الإمام الصادق. وقد أناب سموه رعاه الله نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح لحضور التأبين، وبدأ التأبين بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى ممثل سموه رعاه الله كلمة. الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذه الذكرى التي فجأ بها كل كويتي محب لبلده ووطنه، وأن أنقل إليكم أولا وقبل كل شيء تحيات حضرة صاحب السمو أميرنا المفدى وسلامه ومباركته لكم بحلول شهر رمضان المبارك، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الكريم الذي لم يتوقع أحد على الإطلاق أن يرتكب به جريمة شنعاء في هذا المكان الطاهر وفي يوم الجمعة المبارك. إنها فاجعة أدمت القلوب، ما أن سمع بها أميرنا المفدى حفظه الله ورعاه حتى أسرع في ساعته ليكون بين أبنائه يشاركهم الفاجعة الكبيرة مردداً هؤلاء أولادي وما أصابهم أصابني. وقد وجه سموه رعاه الله على الفور أجهزة الدولة المعنية بترميم المسجد وإصلاحه وإعادته على حالته الأولى، ليظل مسجد الإمام الصادق منارة مشعة للإيمان والإسلام والسلام، وأن تعتبر ضحايا الحادث المفجع من شهداء الكويت، ويكلف مكتب الشهيد برعايتهم والاهتمام بأمورهم وأمور ذويهم، وأن ينالوا ما يستحقون من عناية كريمة. إن ذكرى هؤلاء الشهداء ستظل محفورة في ذاكرتنا لا تنسى عبر الأيام والسنين، ونحن نقدم لكم اليوم واجب العزاء سائرين على خطى قائدنا الأمير المفدى الذي قدم واجب العزاء لذوي الضحايا الشهداء في اليوم الثاني لحدوث الفاجعة. لقد جمعت هذه الحادثة قلوب الكويتيين وجعلتهم صفا واحدا في مواجهة المآسي والأخطار، وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح شبابنا وشباب المسلمين، وأن يجعلهم هداة مهتدين، ويوفقهم لطاعته والإيمان برسالته، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا الكويت بلدا آمنا مطمئنا بقيادة أميرنا المفدى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر، وأن يطيل أعمارهم لتظل الكويت كما كانت دائما بلد الإنسانية والمحبة والأخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدها ألقى رئيس مجلس أمناء وقف الإمام الإحقاقي في جامع الإمام الصادق الدكتور صالح عبد الله الصفار كلمة. وإشعال الفتنة بين أبناء الكويت، ولكن إن شاء الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم
وتكون المنتصر الكويت وشعبها، ملتفين حول قيادتهم الحكيمة التي شاطرتها الأحزان والأفراح وأسدلت ثوب الديمقراطية الذي جعل المشورة بين الحاكم والمحكوم أساس العلاقة المتبادلة. وتمر علينا هذه الليلة الذكرى الأليمة الثانية لحادث القدر وجريمة الانفجار العظيم الذي هز الكويت بكاملها قبل أن يهز جامع الإمام الصادق عليه السلام. انفجار عظيم مدمر استهدف بيت من بيوت الله في شهر هو من أعظم الشهور، شهر رمضان المبارك. ثم ألقى السيد علي يوسف المتروك قصيدة شعرية بعنوان شهداء جامع الإمام الصادق. حياة لا انقطاع لها عند المليك كما في وحيه وعدا، والعمر بضع سويعات تمر بنا، تمضي ليالي إن لم نغتنمه سدى. يحل رمضان والذكرى تؤرقنا، فيومكم أيها الأحباب ما بعد. كأنه الأمس حين الغدر فاجأكم من ظالم مفسد شيطانه عبدا. هي المنايا مواقيت مقدرة لتنتقي منهم الأسماء والعدد. يا هول ما ترك الإرهاب من أثر باق يؤرق في مرآه من شهدا، في جمعة خصها الباري بمحكمه وشهر خير به للعالمين هدى. قال السيد جواد أحمد بخمسين كلمة بهذا الخصوص. وزير الداخلية آنذاك الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية سليمان الفهد، وبعدها بخمس دقائق من وصول الوزير محمد الخالد فوجئنا بوصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مع سائقه فقط، واندفع للدخول للمسجد فحاولنا منع دخوله على الوجود قطع من السقف لا تزال تتساقط وخشية من وجود متفجرات أخرى، إلا أن سموه أصر بالدخول قائلا هذولا عيالي. وعندما شاهد القتلى والجرحى انهمرت دموعه متأثرا بما محل بأبناء الوطن، ثم عاد للسيارة وهو بحال التأثر شديد. وخلال تلك الفترة وصل أيضا سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير الأوقاف ووزير العدل آنذاك يعقوب الصانع، وتوالت حضور المسؤولين والشخصيات حتى الساعة الرابعة عصرا حيث تم نقل جميع الجرحى والمصابين إلى المستشفيات. وإذ أقف بين أيديكم اليوم ونحن نحتفل في الذكرى السنوية الثانية لتأبين شهداء الصلاة والصيام، داعيا الله لهم ولجميع شهداء الكويت بالرحمة والغفران، وللمصابين والجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه. بعدها ألقى الدكتور محمد جواد الحاضر كلمة نيابة عن أهالي الشهداء. بداية أتقدم باسمي وباسم أهالي شهداء جامع الإمام الصادق عليه السلام بعظيم الشكر والعرفان للوالد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فله كل التقدير والاعتزاز على رعايته لهذه الذكرى وعلى وقفته الأبوية التي احتضنت شهداء الكويت، والشكر موصول للشعب الكويتي. وتم عرض فيلم وثائقي بعنوان هذول عيالي، ثم قام ممثل سموه حفظه الله بجولة في أرجاء المعرض الخاص بالتأبين.